تنظم مؤسسة حياة كريمة مبادرات لدعم الطلاب خلال فترة الامتحانات، وشهدت جامعة القاهرة مبادرة وي سبورت لتقديم الدعم للطلاب وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وتيسير اجتيازها. احنا هنا في جامعه القاهره استكمالا لمبادره وي سبورت، وحابب ان انا اول اتكلم على ملف الشباب. هو ملف الشباب هو واحده من المحاور الاساسيه اللي بتهتم بيها المؤسسه حياه كريمه في ان هي تدعم كافه الشباب على مستوى الجمهوريه من عدد من المختلف من الفعاليات، كمان ان احنا بنعزز لديهم العمل التطوعي، ان احنا بندعوهم ان يبقوا موجودين معانا جوه المؤسسة، بيشاركوا معانا في التدريبات والفعاليات، بيشاركوا معانا في المعسكرات اللي بنقدمها لهم، بنقدم مجموعة كبيرة كمان من الانشطة داخل المؤسسة دي موجهة بشكل كبير جدا لطلبة الجامعة. بنقدم بعض الهدايا المعنوية والادوات المكتبيه كرساله رمزيه من مؤسسه كريمه للطلبه اثناء فتره الامتحان. في الحقيقه احنا بنأدي رساله او بنقول مبدا رساله، اللي احنا حياه كريمه مش فقط مشروعات تنمويه او بنيه تحتيه فقط، انما عندنا جانب كبير جدا وجانب مهم الا وهو بناء الانسان المصري، وعلى راس هذا الملف يعني ملف الوعي وبناء الشباب. يعني اجواء جميله جدا، خصوصا انها في اوقات يعني كويسه واجواء الامتحانات دي بيبقى فيه توتر، بيبقى فيه قلق للطلاب، فانكم موجودين النهارده وفي ماده زي دي حتى يعني والله لا شكرا جدا ليكم. واكيد الحاجات دي بتفرق معانا، الحاجات الصغيره دي وبتفرق معانا، واكيد الطلبه بتاخد بالها من الكلام ده كله، فبنشكركم ان انتم موجودين هنا النهارده، والكورسات اللي انتم بتقدموها حاجات كويسه جدا ومحترمه جدا، فشكرا جدا ليكم. حياه كريمه بتفيدنا جدا، يعني انا واحد من الطلاب ان شاء الله بعد الامتحانات ان شاء الله يعني حابب ان انا اتطوع في حياه كريمه لانها بتفيد بلدنا وبتفيد المجتمع عموما بشكل عام. كانوا بيقدموا لنا يعني ايه دعم نفسي عملته النهارده، بيشجعونا الطلبه اللي لسه داخله تمتحن، شدوا حيلكم بالتوفيق وان شاء الله الامتحان يجي كويس وهيجي كويس. بصراحه يعني كانت حاجه بصراحه جميله جدا وحاجه مريحه نفسيا بصراحه. حياه كريمه بتقدم خدمات كتيره جدا للطلبه، مش على مستوى الجامعات بس، كمان على مستوى الثانويه العامه. بتعمل مراجعات كتيره دايما معاهم كل سنه، بتنزل كل المدارس. عن طريق الجامعات بنقدم لهم انشطه كتيره وتدريبات زي برنامج فاليو اللي بتقدمه الاكاديميه الوطنيه للتدريب بالتعاون مع حياه كريمه.